واو وغال راديو ورادية هكلية اي رادية يا شكل دقيستان هموغان هبين كستاء احضا كدقيستان سديتر يا سديت دبع سقاو اف ام dhegeystayaasha ee qiimaha iyo qayaalo waxa la soo gaaray xilligan idin soo gudbin jirnay war waxaan caawaydinayno waxaan idin soo diyaariyay idin soo gudbinaya xasan cabdullaahi cumar karate سند فاطمة عثمان حرسي بسم الله الرحمن الرحيم مدح وينها دولة ديغان كصومالي ذا ايتوبيا يا حفيز كي سكو قابل ايدان يرى كمدا قنع ستا دي دي اسا يا قبل كم من السورة ورالك نغسو قارة يا مقالة مضح ذا تشكتشيقة ايا شيقة يا ان مدح وينها دي دي اسا مضانع عبد محمود عمر او اي وهريان تليه سدنك قربة جوكتا ايا مالقشيقا مضانع محمود حاجي عبد الشكور ايا ماريها حفيس قربة جوكتا دي دي اس اي مضانع احمد محمود شكري ايا حفيس كي سكوقا بلاي مالنمدي جمعها اهيد او بيشا اكتوبر اي اهيد شمتا صمت كان لبضا كون يلبي يطبنكا قنع ستاكا ترسان قربة شوك تديغان كدولة الصومالي ذا ايتوبيا اي وضن كمرايكان كقارهان قبل كمينيسورا مدحوينها الدولة ديغان كصومالي ذا ايتوبيا مضانع عبد محمود عمر او قابلات هير سراء افي ذي قربة شوكتن ايا اوغو هرين بآد وقم هاد عليي دلال كودا ودنيا ديد اي اي كو قرب تاغنايين كقيب قاضى شبهر مركا نبت قل يدا إيا مامو الكصوبان اي دي دي اساي مركي اي منيسوتا تشوغين سيدو كلاما اغمهد عليا اسحلقان كودا كو اهدن بوغا شادا دول كودا اي هندسوهو دا كوة جهن سيدي اي دولك امال قشان لهايين اسلاماركانا كالين مقله اغا قادن لهايين قودهان با قبع مقالي اي دالك ايتوبيا قارهان دي دي اساي مرؤوم مدحوينه واربحين قود كالسيني وحقبط كحكومة ضئي قرشياشا كوبا عبقالها ايكو ايدن هرمارك دي دي اساي ايو دالن يردن كبوري ايني دذال كودا سيهاقر لآنيد ايكو ايدن كقيب قادة شبا هرمارك نبت قريدة مامولك صوبان ايه كوبا عبقالي ايه مالقاشي قودا كو ايدن دي دي اساي إنه هالكاس كسي وضام أو آني مرنب حقل داعنين إيضو إنه حكومة دي دي إساي آي تاغير إيه قعن بوحدة كسين دونتو أبقى عن قبشادة إيه فضودين تمالقشيقو دا كو آدن هميقو هرماركو دا مدحوينها جمهورية دا فدرالكا صوماليا مضانا حسن شيخ محمود يا مقعاب رجل وزارها عصوبة دولة دا صوماليا مدحوينها اياه حلقا صمقا عاضي رزول وزارة عبد فارح شردوم او لغونا نيسا ساعد وحا لغومقا عاضي رزول وزارة عصب حفلت كبع ذي حرونتا مدحتو يدا اي فيلا صوماليا وحا لقوبتوكا اها قدوميها بارلمانكا اي سراكيل كسعوتي باش عالمكا والرزل وزاريه الشناضي صوماليا ييلا تطم إيا مركي دولة فدرالكا اللغوصو لسي سمتكي لبدا كوني يا أفرتي ودنكا كينيا
وحونا حلكاس كلاوريجي دونا بروفيسور عبد الولي محمد علي قاص وهري اوهيي رئيس الوزراء عبد الفرح شردون وحكي من نظام ك 4.5 إزاقو كسو جيدا بيشا مريحام إيه كتر سنبيلها الدارو بنت لانو سهد ويسي رئيس الوزراء عصف شرون كحدي مامول كبنت لانا يا صو صاري ورصحا فضيدا يكاها بليان رئيس الوزراء عصف الصوماليا والصحافريتك اياه وحو اقيحن يهي سيدطم دولة بنتلان الصومالية وحي سهد وينيسا مقا عابس رئيس الوزارة عصوبة الصومالية مضانع عبد الفارح شردوم وحي دولة بنتلان هرمود كأهي النظام كي فدرالك اي صومالية كون سقال بقل سقاشن يسيدي اي الله بضا كون يا افرتي وحينا سيدو كالكالين مهيم اكا قادة تيدما يستيركا جيدي سعودكا لغاقا بحيي كميل جارني مدى رود مابكا يدما يستيركا دستوركا فدرالكا وحي دولة بنتلان والد ديار وطاي اني سيحو جيسو كالين تيدي اهي سيدي لغو جاري لها دولة صوماليه دو فدرالا او دما يستيرم وحي كلاو ديار اوطاهي اني قيب وين كاقادة تدبوه الشيسين تا صوماليا ومدال لبا ايا لبا تنصر كبان نايد هيد حد قدب يبدين اعنما ايا مد سياسة ديدبا اي سو قارين دولة دا بنتلان وحي دولة دا فدرال كاكو قيمين اسا كورانا شاقين دونتا هادا سيدي افلو سيهي الشيسيدي هرو اللو قلي ايا نوحر كا او قيح ايا دستور كا فدرال كا صوماليا سيدا إلى علنت الدستور كأي فدرال كصوماليا هيرجلنت أيضا ما يسترك نظام كفدرال كأه تاجيرد اسمها الدولة ده حبناها كنقطة الدولة ده فدرال كأي صوماليا أو اسمها هذا الصعدة سيدا تشوبلان هي قوة كلا أو كطرنا يديجان ده دقيل يمرفله هي قيواها كلا أي صوماليا و سنان تضيقها عالميقة اه اي مقع الدولة فدرالك الغويرو اوغو دنبينتي وحي دولة بنتلان سيقارا اش اوغو هيسا قردقن كأوودها تستورك كوقيحن اي حفيسية دولة فدرالك عيدا مدى ميدوغ افريكا اي قوة صومالي دا اياه شيقا اني قفصبين مقالة ولوين أفايان وهذا يميدوغ أفريكا أيها شيئا إن قبشادة مغاردة واللوين أي تاي طلابا لوغو هرتاق يا الشباب دقاليه كسو قلي جري مغاردة سي أرورك الشباب أيها قعانتا كوها يا مغاردة سو قطع الله قبل كشبه لده سي واللوين أيها مقدشة أجرتا سغاشن كيلومتر دقي سيار واروحا رعا وإدين هينو انت سيوك الدنيا هاي واو واو وغال راديو وراديو هكلية اي راديو يا شكل دقيستان هم نغانين هبين كستاو احضا كدقيستان سيديتر يا سيديت دبعسك اف ام وهذا ديسر وحنا قد جيسنا زان وقال ريدي ما وشدة دار كيدي هي سديت أنا هي سديت دبع سقال F M إيه ولي بعدين كنا قرصة هذا عالم كأنتي سكرت الشبكة دعوان كيدي هي راديو وقال .com ضد نوعه وحي كسر سنتها أرمها تبوين ك هذا قبل كتبضه هوس يوم قال ما حد يسوي تايك اسمايو ايا تضباط كي هروحا لغا ساري حركة دي الشباب قودهان با قبل كتبضه سا ايا وحا قعانتكو هيا عيدا مدى الدولة ده راس كامبوني ايا اميسون هضبا عيدا مدى راس كامبوني و اياقو مدى صدح سماء لده قالان ايا حركة دا الشباب ايا اكتوبر تي لبضي يكون ايا ساقالكي اياقو دقال وغبحي مقالة دا كسمايو
هاتنا اي قعانتا قوضا هايان قبي اهان با قبل كتشبادا هوسي و اي كمتا هاي مقالوين كاف مدو قوقاني دوبلي ديف بردابي كلبيو راس كامبوني اي كسمايو دودي نعاو وحيكو صريسان تاي ارمها تشبوين كا هادما مدحوينها دولد فدرال كي صوماليا ايا مركي الله قبصدي او عيدا مضا امي صون اي كوة دولد اي راس كامبوني اي قعان تاكو ديجين مقاردا كسمايا وحوكو صغنا بيضابو اساقو قد بدكتشي دي اي او الله اللي دادكي شعبك اها مقاردا بيضابا مركو شعبك الله اللي ايا وحو تبابر او غفوري صدحكون اي شنبقل او عيدا مضا اي قبل كبايا او اي او كسو تشيده بعدما الصوماليا يقي سنتهاي 4.5 قبل كستقبيل أيو كوة جهنيهي صدح داكون يشتمتها بقول عيدان كاها هل قبيل الصوعان أيهايين وحسكو تلمامي عيدان كالدولد وكدو ليمانك يكو حبتوحو كدقي بلدويني هل كاسو الشركو قبطي أساقو رير بلدويني كراها اللي ميل فقارا سونة تشيدي رير بلدويني إني استميستان مامول أيهو أيليهين و اي امغا عوضان روح او لاشي ريب بردويني و اللي يقان اسل كيسي انو ريب بردويني يهي ايان كونة قوبابية روح الله مغا عاضي انو نقضو ميت شعب كدحي سكسو بحي اسلقو ضد دحده دي ايا وحوكا شي انو مامو اصمين يا قبل كتشبادو سيني دولد اصمين يسو محا خلدم حقابي وحكا خلدن يهين طودي نعاو وحي كسر اي سنتهي تشبادو هوسي ايو قبل ده تشبوينك او دولدو اي تري اماغا مامل اصو سمينينا محيكا قدو وينيهن قبل ده كالي دالكا دولدو ميهن احاين نزفة درالة حقابي وحسك بدلين حقابي وحسك قبان لأيهن وحن نغسو تيسان كتان افر هالليح شم سيديد سيديد لابا افر تضابا لابو وافر هالليح شم سيديد سيديد لابا افر تضبا لابو اذا عاد ريريو اوغال يا مامول كريريو اوغال بمسؤول كما اها الشخصي عبر يا فكر كيسا اي وحي كو اكتايو كليه تمسكحد اي كسو ما حانيسو هضبا افاينكا راز كان بونيينتا او ايقو مقادة كسماية مركي اي قعانتا كود لغين قرونك الديارة ده اي مقالة كسماية كدو الببيني عرانكي صومالية ده بلوغة ها اي شمتح دقوال لها او صورها دوضو اي كسو بحيين صحافة ده ادونك كدو مركي اي كنظيفيين حركة دي الشباب ايام الحوينها دولد فدرالكي صومالية مضاني حسن شيخ محمود وحو يري وي كدو انتها قبلده تشبوينكو نظام كواسيدة هذلك أساقو أولي يهولي أنقا مامل أصمينينا ميراها قبلده كليه تغيي او كبو رينيي إنو قبلو بمامل كيسو أساقو صوصميسو محاقل دم دقي سيال واحد نغسو تيكسان كرتان أفر هالليح شن سيديد سيديد لابا افر تضبا لابو هضبا افا ينكا تشبو ينكا ايا او تشوابي مدح وينها بلان وحير دقي سنو تشوابتي افا ينكا وان كحوما هاي مدح وينها سوماليا انه يسود وين شو شرعية رنتيا كفر احسن وحن جعلان لهاين ان او اخيض بسير كفر عالك الدولة سوماليا عبا يكوركين او اخيض ما او ما او ما لين ايلا كاو قرانتا هاي مال باعيسو مدح وينه واسوم مدعابا قبلبا qaayso magacaalan maamulo ma ku arag in kumana korna ajaalada marka madaxweynaha in uu dib u eegay dastuurka federaalka dawladda Soomaaliya ismaayo maamulkeeda waxa laga magacaalaya ayada kismaaya naftayaas laga magacaalaya dadka degan ee deegaanka ee taala wax u yaala xamar maaha dastuurka arrimaha gudaha arrinta uu sheegay sax maaha shirka ciidad ee uu yiri nimoomeen waxa joogay وشيري دولها أمنية عبد عليك الهدادة وحا أنه أن دوري المغنى يقول له وحماركي حمر ملوات المالا يماها وهجاج واحد دقي سنة زين أفيان كراس كان بوني عبد الناصر سيرار دقي سيها وذا إياد كتشتا فضلا مقع عاقا الشيك فكر كاقنا سوى شيدي دقي سيها وذا إياد كتشتا فضلا مقع عاقا الشيك فكر كاقنا سوى شيدي مقعين مقعين عبد magacay abd qani baa leeyahay sheekh ahmed haye salaam aya dhamaan radio ugaal iyo shaqaaleeda dadka cazuumay waan ka qaadnay waxa ka go'ay dhageystaha xadkii
فضلا عبد القاني انت انا هودا كشرنا نقصه علي ادقي سي هودا اياد كشرتا فضلا مقع هذا الشيخ فكرك كوبنا سو جيدي ادقي سي هودا اياد كشرتا فضلا مقع هذا الشيخ فكرك كوبنا سو جيدي مقعي هو موليد حسن ايه ما المغلسة حسن في عمك هو مغلا ده انا كوبا مغلا حسن هو سيفي عم بالغوم مغلا مولد هودا اياد كشرته اوكي مرعي هو مولد حسن وحان ربعينا فتكي كديبته ايه اغماء تبوينك او اغماء مروكسن بريهانا او اي صمالي دو دمامبا اي هذا الحيثو اما صحافة دادون كبه ايه اغماء هات او فنتي اي كعنال هيد ان لو دا يوتاتك تبوينك دقا دانا هودا اي اي اكتش هودا اي مامل صمعيك هودا انتبا waxaa marka la yaab ah in arrimihii tubooyinka maanta ay ka hadlaan dhammaan dadkii Soomaaliyeed ee aan degin deegaanka tubooyinka guud ahaanba marka laga soo bilaabo Jabuuti dadka Soomaaliland degan dadka degan xamar yaa gaarkeeda iyo dadka gobolada dhexda degan intaba inay ka hadlaan qaabkii iyo habkii loogu sameyn lahaa maamul iyo ay joogaan dadkii iska lahaa deegaankaas garanayaan magaraasa qaabkii wax loo sameysanayay iyo xaqna u leeyahay iyagu maalsay soo sameystaan maamulkooda marka waxa la yaabigu ah markii Puntland ama Somaliland ama Djibouti ama gobolada dhexe ama Xamar ay qolo walba sameysanaysay maamulkoodkeeda ma jirin dad suboyin ka soo jeeda oo ka hadlaya arrimahooda ama qaabka waxa uu sameysan ama sida ay yeelan leh dadkii marka deegaanka lahaa waa dadka xoreeyay hadda ee ka saaray xarakatul shabaab sidii uu afayeen kuma sheegayay waana dadka magaranaysa u taagan inay maartay sameystaan maamul iyaga u gaara marka waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed in dadka tubooyinka deegaa ay jecel yihiin nabadgelyada iyo horumarka iyo midnimada Soomaaliyeed guud ahaanba in xuquuqdooda lagu tuntana inayna xaq u lahayn ee ay tahay in la ogaado dadkaasi inay yihiin dad kamida dadka Soomaaliyeed doonayaana inay si fiican u noolaan oo lamida sida Soomaalida kale u nooshay marka waxaan u sheegnaa Soomaalidu inay ka gaabsadaan dhibaatooyinka iyo xadgudubka ay ku hayaan dadka tubooyinka dega dadka tubooyinka degana waxaan u sheegnaa inuu istaagaan xaqooda kala hadlaan aayahooda samaystaan maamul dab ah oo u gaar ah oo aan ninna ku xadgudbaynin ninna dhibaateynaynin iyaguna ay ku dajiyaan nabadgelyadooda iyo xasiloonida dhammaan wadanka Soomaaliyeed sayd tubala waxa leerahay waa ku guuleysateen halgankii aad u soo gasheen inaad kaga xoreysaan xarakatul arshabaab halkaas mowqifkii aad qaadateen iyo ciidamadii amison ee idinku taageeray waad naxsantiin aad iyo aad ayaad naxsantahay dhageystaa wada aad ku jirtaa fadlan magacaaga shee fikirka kooban soo jeedi xarakatul arshabaab halkaas maxamed ahmed haye wada ku jirtaa haye aad fikirkaaga soo dhiibo ma fikirkayga hada dhiibtaa hawada ayaad ku jirtaa ha oo may dhirta noo soo noqdo dhageysta hawada ayaad ku jirtaa fadlan magacaaga shee fikirka kooban soo jeedi halow ha ha hawada ayaad ku jirtaa dhageysta waa yagla ha magacaaga sheeg hawada ayaad ku jirtaa fadlan fikirkaaga soo dhiibo halow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa calaykum assalaam walaal magacaa magacayga wax la yiraahdo Cabdullaahi Haashim maxaad ka dhiibanaysaa fikirkaaga jub arrimaha jubooyinka walaal wax weyn arrimaha jubooyinku waqtigan xaadirka Soomaaliya uma baahna wax kala daadiya oo qalqaliyo dhibaato u keena marka arrimaha jubooyinka aniga haddii wax iga weydiisay in loogu tago dadka maanta leh ma aha waa inay dadka jubooyinka degaa ay taladeeda lahaadaan madaxweynuhu waa central waa sida kuwa kale ama Puntland ha noqoto ama beledweyne ha noqoto ama baydhabo ha noqoto aniga sidaas ayaa fikraddayda ay la tahay in la kala badbaadiyo oo horumar wadanka loo hogaamiyo waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhageysi hawada ayaad ku jirtaa fadlan magacaaga shee fikirka koobana soo jeedi cabdan barihiilaal aan looga dhigay madaxweyne jubooyinka barihiilaal aan doonayna xasan dhageysta hawada ayaad ku jirtaa fadlan magacaaga shee fikirka koobana soo jeedi habeen wanaagsan xasan adigii iyo raadiyo ogaal aad baad mahadsantihiin waxaan halkan caaw fursad u helay inaan u hambalyeeyo dowlad inkastoo ay leedahay dowladda Soomaaliya madaxweynaheeda cusub wasiirkeeda cusub iyo Soomaali meel kasta joogto waxaan saleeyahay
مدحوينها وحن أمالينا يا وأذكت مدحوينا عصب أفراش أنتي هو بيدريم لقيت سجاي إنه هدر هو شبابي ما دام سوماليا أي فيدرال تاي فيدرال وأني ولو روحي سوسة ما يستي هل دولتنا كرك أي كمان مشو مدحوينا كيا لكن واحد الله يابل مدحوينها عصب سوماليا إن استوى هذا هو كي دريم كي ماركينو سومالي دو هذا النقطة الدولة رسمية وحي هي كوميل جار وحي عليه وهو الرئيس إنه ده أنتوا أهبل ينها دولة دا ماركينو إذا ماركينو دجموين كجبوين كيدك كدكان أو واحد بدن دباتوين سيدي دب بدو هرم شجع إن هذا دب عن لحين أي كل لمين أي كتر تمين أي مودين مال كده ولا بس كماري كرتو تاسمع هين time will tell حمر واد أجيدين Soomaaliyo dambad degana haddana waad ogeydeen meeshii ku dambeysay haddana waa wadan Soomaaliyeed badweyno hadda dadka iska leh meel walba nasaasay ku dambeynaysa marka madaxweynaha duu saameeyay qalad buu sameeyay waxaan ka codsanayna inuu dadkii jibooyinka ma arkino ka apology gareeyo apology uga dhiibo iyaguna waxaan maanta u hambalyeynayna sida dhirran oo wadankooda u qabsadeen iyagoo ma arkinayo dawladihii ku halbigareeyay laakiin ninna gurigiisa looma sheego suu u maamulanayo iyo ilmihiisa suu u dhisanayo marka waa lagu iimaan federaalka inuu naga wada dhaxeeyo iyagana waan u hambalyeynaa Soomaaliya dhana waan u hambalyeynaynaa waxaan ku leenahay sidaas iyo nabad waa hagaag aad iyo aad ayad maasantahay runtii waxa leedahay gabdhaha ayaaba ka aqli badan ragga gabadhan waxa soo jeedisay madaxweynuhu waa inuu raali gelin buuxda ka bixiyaa bay tiri falkii iyo hadalkii ka soo dhacay dhageystay hawada ayaad ku jirtaa fadlan maga caabashay fikirka kooban soo jeedi dhageystay hawada ayaad ku jirtaa assalamu alaykum magacaygu waa ahmed ali waxaan fikir yar ka dhiibto meeshan gobolada jibooyinka anigu waxaan arkaa inay hadda meel fiican marayso hawshaadii dadkii deegaankana ay hadda nimankii haystana ay iska dulqaadeen iyaguna ay maanta ayahoodii iyo ka tashadaan waxaan arkaa arrinta kale ee arrintii madaxweynaha uu ka hadlay ahayd inuu isagu maamul sameeyo arrin ku khaldanaa isla markaana inuu dastuurka dib u fiiriyo oo aan hadda khalkhal la gelinin iyo dhibaato kale dadka jubooyinka ay maamulkooda sameystaan maamul dadka deegaanka ay u wada dhan yihiin ay cadaalad in loo sameeyo marka arrintaasan arkaa laakiin in laga dhigo arrin la buunbuuniyo oo maanta intay si kama arrimo siyaasadeed ama kooxaysigii iyo walwaliskii la soo celiyay anu arintaas waxa faa'iido hadda dadka deegaanka inay faa'iido ugu jirto ama arko ta kale waxa uu la mid tahay oon baydhabi iyo baladweyni iyo meelaha intii la qabsaday dadka deegaanka sidii dane maamulada sameysteen cidna kama hal go'o Soomaaliya waa federaal cidna cidda kale ma farageliso marka arinta Soomaaliya oo dhan hadda ay u bunbunayso aad moodid baynay arin gaar ah oo idaacaduhu ama bunbunayaan ama aad moodid baynay waddan baa loo qabsaday waxaa lagu soo duulay arin saaseed dama aragnaa dadka haddii marka anigu waxaan arkaa fikirkayga inay dadkaasi ay un ka mid yihiin dawladda federaalka iyaguna ay maamulkooda ay dhistaan kana tashadaan marka taas ay ku jirtaa waxaan arkaa maslaxaddu waa salaantii waa hagaag aad iyo aad ayaad maasantahay dhageystaa wada ayaad ku jirtaa fadlan magacaaga sheeg fikirka kooban soo jeedi xasan waa ku salaamay magacayga yiraahdaa ay soo dhow wasaarad dadan wata waxa weeye horta dul ninkiisi baa iska leh maayo ciddii u dhalatay un baa iska leh walaa madaxweyne walaa prime minister walaa xamar wax ka soo jeeda wax ka galay ma jirto maayo waxaan leeyahay dadka u dhashay inay istaan oo ayahooda ka taliyaan weeye maamul xamar looga soo dhisay Kismaayo waxba uma taraayo horena wax looguma sameynin maantana wax looguma sameynaa marka madaxweynaha ani maalinta kowla doortaan sheega waxaan arkay wuxuu noqon doonaa shimbir qeer qabo ilaahay dadka u soo diray amba shimbir shaydaan ah labadaas umad u kala bixi doona maba dhalane doorteysan u ka hadduba meeshiba waliba salka ma dhiganine goormu kismaayo arrimaheeda geli kara oo dadka kale kala saari kara umadaha kala qaybin kara marka waxaan leeyahay madaxweynaha dib inta isugu noqdo kitaabkii uu kale ku dhaartay ha ku adkeysto waana ka baxay waa hagaag aad iyo aad ayaad maasantahay dhageystaha wada ee ku jirta fadlan magacaaga sheeg fikirka kooban soo jeedi magacaygu waxa la aadan daahir ciyaal aadan daahir soo dhow waxaan ka soo wacay Fort Murray Canada Fort Murray waxaan rabaa halkana ka cadeeyo marka hore kismaayo qabashadeedii ma ahayn arrin sahlan dib baa dadkii deegaanka soo gaaray al-shabaab dadkii waxay ula dhaqantay si bini'aadanimada ka baxsan waxa suuq bay sameeyeen KDF markay gashay waxay sameeyeen inay ku diraan qabiiladii meesha degay oo dhahna qabiil baa ku soo duulay siyaasad noocaas inay isticmaalaan dadkii deegaanka la xasuuqay dad baa waddankani u soo dhiigooda u daatay oo ilaa qoqaani ilaa dagaalkii dowlay ilaa Ismadow weliba magaalada Ismadow qiyaas ahaan
statistic ahaan 14 qoys oo xalaga yaaba inuu ama qof ka dhintay ama saddex iyo afar qof oo ay ka dhaawacmeen oo uga dhintay dagaaladaasi wada ku soo halgameen marka arrin fudud ma ahayn madaxweynaha waxaan dhihi lahaa in uu ka fiirso hadallada noocaan oo kale ah dadka iyo maamulkii iyo dadkii deegaanka ee Kismaayo qabsaday ayagoo caawimaad ka helayaan wadamada dariska waxaa jiray ciidamada dowladda oo la socday sida jenaal ismaaciil saxardiid oo dowladda ka socday si fiican bay wada shaqeeyeen ciidamada raas kambooni oo uu hogaamiyo axmed madoobe ilaa hadda waxay ku adkaysanayaan inay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda oo wax ina tafaraaruq waxba uusan jirin waxa kaloo rabaa dad baa ayaamaan idaacadda ka sheegaya urur raas kambooni waxaana ku hayaa haddii aanu eegno afghanistan waxaa jiri jirtay jamhuur yar northern alliance haddana ka tirsan dowladda afghanistan wax dhiba oo mushaakil uma jiro macnaha maal oona ahayn inay caawiyeen in waddanka la qabto dadkii dhib ku haya laga saara marka tanina kama dugna waa sidii oo kale laakiin waxaad moodaa madaxweynaha inuu hadda sofa uu sameeyey arrimo mistake ah oo sidii oo macnaha oon si fiican looga fiirsanin markii uu ka badbaaday arrintii ahayd assassinationkii lagu sameynayay hoteelka markuu soo baxay arrimuhu yiraahdo wuxuu yiraahdo arrinta koowaad ammaanka tan labaad ammaan tan saddexaad kama ay soo wareegin saddex toonbiri oo kaxasho markuu leeyahay kismaayo arrinta uu soo feegelinay waxaan oolan lahaa madaxweyne kismaayo waxaa qabsaday dadkii deegaanka ee waamo oo u dhashay ayaa qabsaday waxay doonayaan inay kula shaqeeyaan oo macnaha nidaam dowli ah oo adiga raalli ka tahay inay ku shaqeeyaan marka ha sameynin political miscalculation oo qolooyin loogiya fox group ee muqdisho joogan oo qaarkood aan ognahay warlordska qaarkood aan ognahay dhulbalaarsi ku socdo qaarkood aan ognahay kuwii cunay 188 million oo lacagta soomaaliya lagu deeqay markay caruurta wadooyin ku dhamaanayeen oo management walaa wadani waxba aan kaga lahayn inuusan saas u kala sameynin kismaayo haddii maamulka loo sameeyo dadka deegaanka waxay diyaar u yihiin madaxweynaha in la shaqeeyaan waxaan ku dhihi lahaa ka fiirso hadallada noocaas oo laakiin haddii aad arrintii qabiilka ee 20 years-ka soomaaliya soo wada daad hadda moodaysa inaad sidii oo kale lugaaya soo dhaadhacsii waxaan dhihi lahaa ka fiirso waxaa kaasoo horreeya dad baa u dhamaaday wadankani diyaarna inay difaacaan diyaarna soomaalinimada iyo midnimada inay ka shaqeeyaan weliba ay ku rajeynayaan inaad success noqoto 4 sano ee soo socotay laakiin so far mistakeya hadda dhacay waxaan aaminsanay inaad apologies ka bixin madaxweynaha waxaana diyaar u nahay in haddii apologies madaxweynaha ka bixin inaan ka aqbali doono no without any condition hogaamiyaha raas kambooni axmed waa nin wadaninimada aaminsan waa nin kismaayo markii la qabsaday in ilaa hadda afkiisa aan laga hayn oo wuxuu ku adkaysanayaa dadka deegaanka ayaa maamulka go-aanka gaaraya wuxuu intaasi maanta laga wareysanayay TV Kenya kasoo baxay inuu cadeeyey uu dahay annaga iyo dowladda waxa weyaan waxaan u wada shaqeynayaa as a team ahaan ama as a group ahaan xiriirkaasi hore baa loo sheegay dowladda Kenya baa og igad baa og wax dhib inuusan ka jirin marka arrinta 9th degree madaxweynaha soo kala fireeyey iyo wasiirka arrimaha gudaha waxaan u diraynaa inay ka fiirsadaan waayo muqdisho ma jooga ciidan discipline oo kala dambeyn leh laakiin halkan jubbaland waxaa jooga ciidan discipline leh oo sharaf leh oo corruption iyo isbaare mid daba aan lahayn oo meelihii ay qabtaan dadka ay leeyihin waxaan oo kale hor maana sun u aragn marka meeshii role model lihi lahaa dadkii dhulkani qabtay se waxaabihii fiicnaa uga faa'iideysan lahayn lihi lahaa inta la dhihi lahaa yuusan soo faragerin arrintana waan yuusan makinig premature decision unit man intaasan uga baxay asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystahaasi waxoogaa buu ku daahday laakiinse wuxuu kasoo wacayay fort mac waxay u dhowdahay qooqaani agteeda ayuu kasoo wacayay dhegeystaha wada eel kutaa fadlan magacaaga sheekh fikirka kumana soo jeedi asalaamu calaykum waalaykum asalaam xasan waa maxamed salaad xuseen jeeri maxamed jeeri soo dhawow ha waan dhowahay walaal fikirka aan ka qabo waxa uu yahay kulli horta waxa waaye mar dhow ayay xoroodi kismaayo aad ayaan ugu faraxsannahay waana dhulka iyagii maxuma laakiin xasan waxaan ku xusuusanayaa sheekada weli waxay maraysaa doob qooqay baa beri gabargood way iskarsanayeen isagoon waan ku faraxsanaya laakiin isma raaci karaan dhegeystaha wadayaad kujirtaa fadlan magacaaga sheekh fikirka koobanna soo jeedi xasan magacayga waxaa la yihahdaa xuseen maxamed baa la yihahdaa xuseen maxamed soo dhawow waa dhowahay inaad eero waxaan jeclahay inaan salaamo dhegeystayaasha idaacadda iyo adigaba waa kaa gudoonay salaanka bacdi fikirka meesha yaalla ee ah maxaan ku yidhaahdaa arrimaha jubbooyinka aan jeclahay inaan wax yar ka idhaahdo wax yar iska gaabi raadiyahaagu nagu soo noqonayaa dhegeystayaal waxaad naga soo dhegeysan kartaan 4 6 8 8 2 4 7 2 dhegeystaha wada ogtaa fadlan magacaaga sheekh fikirka koobanna soo jeedi asalaamu calaykum xasan waa ku salaam adiga dhegeystayaasha waa noo ex-mayoda haye soo dhawow
وحن دينا نكا مدحونا وحسني وحخالنا إنو كان دورت قول قسمو بأهن أيه قول كان تاريخ دو سومري سوماري ودو أكتهي لباتوين بدنا وقدعان قول كدد باد دقن دد كدقن أيانا مسؤول كاه dad ka degna halka bil ma dad badan oo multicultural oo isku dhex jira way ayagaana maamulkooda sameeysan doona salaam aleekum intaas oo qabaxay wa aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh doodeenu caawo waxay ku saleysan tahay arrimaha jibooyinka idaacada radio ogaal iyo maamulka radio ogaal ba masuul kama aha aragtida shakhsiga cabir iyo fikirkiisa dhageysta wada ay ku tafadlan magacaa sheekh fikirka kuma soo jeedi xasan hawe wanaagsan wa abdullahi maalin abdullahi maalin soo dhawow dhammaan tiin waan salaama radio ogaal runaanti caawa waxaan arkayaa raadigii wuxuun kulay koob dhalinyaradii isku qabsadaan soomaali anaga haddana calmida nahay soomaali waa wada siman nahay ya hadalkii haddii aan raaco madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraatiga soomaaliya uu ku hadlay runaanti horta madaxweynaha waa nin matala wadanka soomaaliya dan oo haddii ay wax dhacaan ya oo meel khilaafir ka dhaco inuu maaragtay qofkii isaga loo tegi lahay oo isaga noqdo waddankan wuxuu noqday waddan faragelin badan ku jiro oo maalinba maalinka dambeysa waddan walba dariskeena maaragtay oo dhibaato ka dhex abuurayo shacabiga soomaaliyeed oo wada dhashtay run ahaantiina hadalkii oo aan soo qaaday oo berrimo tiri caawa mowqifkeena arrintaas waaye madaxweynihiisaan u hadlay runtina meeshii markaad aragta adigoo nin madaxweynaha oo mas-uul ku hayo waxaa loo baahan yahay oo aad arkaysid inay meesha dhibaato ka jirto oo isqabsi iyo islayn oo 20 sano ka badan lagu jiro oo haddana tiyo 20 sano kale inay bilaabato u muuqato wuxuu ku haboon yahay inuu yiraahdo arrintan wax baan ka qabanaynaa marka aniga fikrad ahaanteed meesha sidaan u arko waxaa waaye meesha waxaa isku dagaalayo labada beel haddaan ku kala tilmaamin kastoo aan jeclay inaan ka hadlin waxyaabahaasoo kale meesha la yiraahdo kablalax iyo meesha la yiraahdo sida daarood marka runtii waxaasna waxaa abuuray wadamada dariskeena abuuray marka sidee looga bixi karaa waay waa in dadkii loo caqliyeeya la kala celiyaa siyaasan maaragtay ul iyo isku qaadanin ee baaba iskaga dhigay laakiinse cabdullaahi maalin oo dagaal beeleed ma aha markii hore xarakada al-shabaab ayaa wadanka laga saariyay ciidamada wadanka qabsaday wadanka ayaan dhihin gobolka jubbada hoose gacanta ku dhigay ee gebi ahaanba gacanta ku hayana waxay hoos imaanayeen dowladdii ku meel gaarka ayay hoos imaanayeen waxayna la socdeen amison ayay la socdeen waxaa laga saariyayna waxay ahayd xarakadii al-shabaab وهجاك دي سر واحنا غادي نسان او غير ريدي موجوده دارو كيد يا سيدي كان يا سيدي دي بعصقال اف ام دغيس تاود يا كتفضل ما قاعد شي فكره كوما نسو جيدي بل وحير ان دغيسن او افينكا ريس كامبوني مركي او جوابي هادلدي كسو ييري مدخوينها وان كسو لهاي مدخوينها سومالي انا نسو دغين شي شرعيه ريدي اكو فرحسن وحن جعلان لهاي ان او اخيد بسور كفدرال كدوله سومالي وهذا كركين واخيد ما أم لا يلا يلا كأو قرنت هاي المال بعيسه ما يحيينه وصوم ما يعارض قال لا خايسه ما يعالم ما بالله ما كو عارض كم أنا قرنا عجلا عمرك ما يحيينها إن جد أي مرة دستور ك خبر عن كبيرة سومالية كسمايا ما بنكر على ما عالي يا أيها كسمايا مستوى على ما عالي يا بس بدين يدير كيتالا يحكي على حمر معه shirka arrimaha gudaha arrinta ay sheegay saxmaaha shirka ciidda ee uu yiri nin oo weyn waxaa joogay shirka dowladda amniga cabdi calmi kale yidhaahdo waxa anagu aan doonayno inaan yeelno wax markay xamar nolosha timaanaya maaha wahagaag dhigaysa wadaagaa ku tafadla magaca shirka fikra kooban soo jeedi waan walaal anagu waxa la yiraahdo cabdullaahi cabdullaahi suudow waan la waxay walaal waxaan u arkaa meesha inay isku hayso dhegeysta wadaa ku tirsan fadlan magaca shiif fikirka kooban soo jeedi halo ha xasan wax yar baan loo harsan aan ku darno in yar haye fadlan raadi hina iska gaabiya waan salaamaynaa idaacadda ogaal iyo dhammaan shaqaalaheeda marka hore iyo barnaamijka fiican ee aad soo abaabushay maanta kagana hadlaysaan danaha jubbooyinka meeshan waxaa jirta dowladdii Soomaaliyeed ee sida wada jirka loo doortay ee ahayd inay matasho umadoodin ilaa iyo hadda iyadoo dagaalo inta la eeg la soo galay oo dhibaato inta la eeg ay ka taagnay jubooyinka ma jiro cid oo hambalyeysay
رئيس الوزراء هالنقطة مدحوينها هالنقطة إن مجلس التلياش إذا ما ذهال نقدان وهاكلي الله مشغول إلا يهذا هلا دسوا ما ملتبوين كاه ودولته هاد استطار دولته شرعي أملا زد هو أفياك الشيء تصدور كنا كم قرنا تصدور كوا حكوا قرآن وحاوي إن أمد ولبا هدي أي لبا قبل يوحى كبر تيض أي سميسن كرتوا ما ملقبلة كده وحان مركا لكو باقينا ولو شيئنا Soomaaliya uma baahnin mar labaad inay ka dhacaan khalkhal siyaasadeed iyo in dadka la isku horkeeno iyo in aan dibaatooyin aan jirin la abuuro dadka jubooyinku waa kuwa u taagan in ay aayahooda iyo mustaqbalkooda iyo dhammaan wixii Soomaali u dan ah iyagu inay sameystaan sida ay gobolada kale looga sameeyay maamul dawladeedka ay iyaguna xaq u leeyihiin inay u sameystaan waxaanu marka leenahay in haladaay farahana laga qaado dawlad goboleed loodan yahay oo dadka dega jubooyinka oo dhan ay u dhan yihiin way sameysanayaan nin aan degin dad xuquuq xaq u ma leh inuu ka hadlo meel uuna deganayn sideedaba sawtu ay tahay waxa isku murgaya nidaamkii federalism-ka ayaa khaldamaya madaxweynahaana waxaanu leenahay marka la raaligelin ka bixiyo sida ragii horeeyba sheegeen arrinta iyada ah dadka jubooyinka xaqooda iyo ay ka talintooda iyaga ayaa gacantooda ku sita iyaga ayaana jooga hadda jubooyinkii oo haysta ha lagu taageero waddad Soomaaliyeed waddad u baahan nabadgelyo 20 sano ee burburka Soomaaliya uu jiray meesha ugu badnayd burburka dhacay waxay ahayd magaalada Kismaayo marka waxaan leenahay waa cusub ayaa u bariyay oo nabadgelyo iyagana lagu soo dhaweeyo xaqoodana hala ilaaliyo iyo sharafkooda dawladuna maamuskeeda iyo sharafkeeda ha qaadato madaxweynuhuna dib intuu bal isugu noqdo kitaabkii quraanka oo maray iyo daartiisi ha rumeyo yeena noqonin maartay wuxuu ku dhaaranayay wax isaga lid ku noqdaa barito marka waad mahadsantihiin dhamaad aad iyo aad ayaad u mahadsantahay runtii madaxweynuhu intuu madaxweynaha noqday laba safar ayuu galay labadii safarna 4.5kii ee dollarkii ee daaroodka kuma wajin madaxweynuhu armuusa daaroodka oo soo madaxweynuhu waayeen waa xiyaalaha la yaab kare ee baydhabo ayuu ka degay ee baladweyne oo gobolka Hiiraan uu ka degay waxay ku haboonaan lahayd Puntland oo ku jirtay road map-kii ku jirtay shirarkii caalamiga ah ee wada heshiisinta lagu qabanayay inuu Puntland ka bilaabo ayay markii hore ku haboonaan lahayd degaysaa wada ayaad ku jirtaa fadlan magacaaga sheeg fikirka kooban soo jeedi walaal xasan habeen wanaagsan anigu waxaan ahay gabar ka soo jeeda dalka mudug waxaanan maarag wiil dalka mudug gobolka mudug dhe dal mudug gabar ka socota waan ahay waxaan dadka walaalahay meel kasta ay degan yihiin soomaaliya uga faaqaya nin Kismaayo dadkii degi jiray waa caan qabiiladii degi jirana waa caan wax sheeko ku jira ma aha cid walbaana taqaana laakiin sheeko waayadan dambe waxaa bilaabatay ku qabso ku qadimaysid walaaltaa ma socota 20 sano iyo wadanka intii Soomaaliya dagaal ku jiray meelihii lagu qaxayay ahayd Kismaayo mar hadii lagu qaxay dadkii ku haray ama dadkii intay tagen wadiyada iyo badaha iyo nimcada arkay dee dhulka Ilaahay baad dadka taajir minna ka dhiga minna faqri ka dhiga dhulkuna waa saa marka macnaheedu ma aha meel barwaaqahan arkay waan ku dagaalamayaa dhiig baa iga daadanaya oo weliba loo soo kaxaysto qabiilo aan weligeed Soomaaliya dagaal la gelin dadmana aan intii xukunkii maxamed siyaad allah u naxariista aan la dhibaataynin baa hadda iyagu dhibaato raadsanaya oo dad kaleeto la soo waxaysmaya si ay Kismaayo dad aan lahayn gacanta loogu geliyo taasi ma soconayso shabaabkaad maqlaysaanna waxaa loo dhisay in uu wadaadaba ma ahayn taa soomaali way ogaatay waagii hore dadka lagu qaldo waagii dambena wuxuu isugu biyashubtay in dad xaqood lagu qaato marka ma soconayso ninkii isagu xaq u lahayn raba isaga unbaa ku haray indhuna kaga dhacayaan laakiin dadka kaleeto oon iyagu u kala eexanaya dad after all Soomaali qabiil bay ku dambaysay iyagu isku hayb sheegta lagu maarkin oo lagu soo indhagabeen iyagii baa isasirayaan ninna wuxuu isleeyahay iyaga isku jiri ninna wuxuu isleeyahay xuquuq qabto waxaas waa qalad runtana waxay tegaysaa waxa xaqiiqda marka mar labaad Kismaayo meel kastoo joogno waan u hambalyeynaynaa waxaana iskala degtaanka dadka waddanka dega waa la yaqaanaa dadka hadda ku qabso ku qadimaysida ma aha taariikhdan waxbay leedahay marka xasano waan ku salaamay guddoomiyaha asayeenka jubooyinka waan salaamay dadka soomaaliyeeda ku faraxsan waan salaamay axmed madoobe iyo dadka beelaha degan oo dhanna waan u hambalyeynayaa sidaas iyo habeen wanaagsan habeen wanaagsan dhegaystaa wada ku tafadla magacaaga shafiirka koobana soo jeedi dhulka waa la yaqaan anigu waa xasan waa ku salaamay waa ka qaaday hadda dhulka waa la yaqaan sida darood ayaa dhegaystaa wada ku tafadla magacaaga shafiirka koobana soo jeedi ah wada ku jirtaa fadla magacaaga shafiirka koobana soo jeedi waa maxamed cabdi maxamed cabdi soo dhawow
هذا ودي وحن كلية هاي دبعته وحن كت هاي انتهى وان ولي اخلفنا هاي وحن الوسوع العرين ايا ميش الضبع كنت قارية مركا عدة ديال كسو عضي عدة يستقاش هاي شييك هاي ميش هان ضدكي بدات ولا ديقنا فرام ميبتك مكسة وحن شي ميلان بيوطان والله صوتا قارلمي يولد دوا لسعوتي عيدة مدي يولد صوم ولسعوتي نوان كلي يلا هدو عيدة مدي كلاسو ووضي ديقان كدك ديقنا نعودي كد وحنا لا دري لا لا شهاده يعني ما كيرا هذا دهود عترسنت إلى الله تعالى اللي رادو والشباب مركب بروبلم يكون بس وكي ما هي مجرا هدام واحد إذا استقالي سو اللي عبر لك العينية واي حقيت ويا إذا ما استقالي وهجاج آدي آدي يا ضم عصنت هذا يصير وحنا هذا يصير سنو قال ريلي موجود هذا الركي دي هي سديت أنا سديت دبع سقال F ما دحوينا الدولة الفدرالية الصومالية مدن حسن الشيخ محمود لبادي السفر وتجي بعد بقية قبل كهيران أيوكا بالعربي يعني إلا أي هذا سفر كموس تجين دولك دارات كمركا 4.5 كا إلا أي هذا وهم مدحوينا وياه 3.5 وحن كده جينا مدحوينا كاملة مركا أو يعني بولج رسمي أنا كبحية هذا لذا قبل فلذا هيك صار دعية أوليه قرنا إذن كم عملوا كنا صوص ما يستا قرنا أما قصص صماينا هرين تاسمر كأورالي جرين كبحية إيه مر كأوتها سن سنان يعد على ذا قبل ذا صوماريد ومدحوين أهان وجود مترو أي الله ده كلا أنت وح كورية ومدحوين 3.5 دقي سأقول لك سأفضل ما قع على شيء فيك أقوم نسوي شيء دي حسن وأني جويان وقوع وحربنا كدره أرنت كوساتن كسمايو وحاجرتي مدحويني مدحوينها كوري نسكد إنه فشريه وواجي إذا ماذا يكسب بحين كينيا وتوغلاين سوماليا مركا وحار ربينا عنده مدحوينها هني حد السعود وحا أوقا تي أرن هوري أسو السعودية واه وكتل مدحويني هوري وطن كمسوق ماسوقي الرفاسكي يقاجدي سوماليا كغتغي وشيخ شريف وحا تاسي عدينون هاينا إن مدحوينها أوتغي يواندي كينيا وقالها اللوير يحدي هجرين السوماليا في مدينة كجوغة ناشن قبيل باللوقة مانايا أرنتي ويجيدين وحي راني ورني وارنت أشيغي سارون معقول معاني حيبه يعني بعدك التلخيص في لغاية دوبيا وتوريزم كي إنكم كيني بابا هالكالي حارسي ووبتي معانو بوطن كيني بالا صوير را ووحل جي صومال الواف دوبات مدساسة غالي كتا نوار انتم هم جيري كرنين مركا دي ويكود ديزين إلا عدن خلاص بوصوبة ومدحوينان قارقوة تاو دحل كي خلاص تاسو جيرين كاها مركا واحد عدي إنا رنتي سعو ويسوع إذا ماذا سيكو قلن إكس مايل وقبتي مركا رنتي وكغتي الشيخ الشريف oo ahayd oo ka dagaalamay meeshani dadka deegaanka ee waamo u dhashay in wadankana ayna qabsanin si fakeen yahay amaan ay u hesho oo amaan buuxa ay u hesho oo cidna aan lagu soo xadgudbin waxa taas cadeyna waxa la afduubay dadkana diyaana iyo Norwegian baad xarunta xutiga daab laga afduubay dadkii deegaanka ee boorarka deegaanka dhublay ilaa maxaa ku raad meesha leeyahay Cali Bulay ilaa Combrash ayagoo meesha marayaan waa la qabtay waa la soo gaaday ayagoo xagga ay u wado Muqdisho kabeen ay ku afduubaan dan ka bacday raansan ay weydiistaan arintii way qabteen dadkii burcadda ahay criminalka waxaa loo diiday Kenya oo hadda maxkamad bay sugayaan marka dadka xamar jooga oo nu ognahay oo ku jiro ninka wasiirka arrimaha gudaha wuxuu rabaa arrimo noocaan oo kale uu ka sameeyo wadamada deriska sida Ethiopia iyo Kenya arrintan anagu waan ku diidnay haddaan waa dadka deegaanka waxaana wadamada deriska oo ina caawiye oo nu ognahay in baa kale waxaan ognahay madaxweynaha hadda soo u qabsaday wuxuu ka gaabsanayaa wadamadii caawiye amnesty inuu u mahadceliyo ama uu la shaqeeyo Ethiopia iyo Kenya wuxuu mar walba arintiis ku dhaftaa Uganda annagu waxaan ognahay xuduud la mid ah Uganda iyo Burundi iyo Congo iyo Central Africa waxaan daris lahaa wadamadani Kenya iyo Ethiopia waan ku qasabnay inaan la shaqeyno mamara waxa filosofiyan ama ku kala duwan waayo Kenya waa wadan horumaray waxaan u baahanahay warshadahooda qaxooti Soomaaliyeed oo haatan milyan baad degan Soomaaliya ganacsi badan bay ku yeelanaysaa waxa mudawixiyo dhanba inaysan u arkin ومدحوينها هذا وحن أقنعي من كذا برامين السرق ودورتي إنه قناعة كلها كينيا وهنتدي سايتال حتى أنا أرنت هذا بول السيجا إلى الصومالي والوي قناة جاز الحمد ودن كين تيسو جيدا لهايين أو قناعة سيجي بيسنس كي كبار إيه ريليشن شيب كي دابو برين لهايين وحي كبدو عارني بربريان ووحي ربانين الشمين تكو سوقتان إيراني ميلان في الشقة كلهن marka arinta aadana marka waxaad aaminsan tahay in ifafaalihi jiray 1991 kii buqoo maanta taa waxba uma dhaxeeyaan waxba uma dhaxeey waxaan waliba aaminsanahay inay hadda ka daranta hadii aysan isqabanin waxaan aaminsan madaxweynaha inuu aqal leeyahay oo dhigi karo warless neck 90 degree aan qono soo qarafirin madaxweynuhu hadduu aqal leeyahay markuu baladweyne ka hadlay wuxuu yiri baladweyne ruux baladweyne u dhashay idinku iska soo saaro maamulkiina ka dhigta gobolka shabada hoosana ana u soo sameeyay yuu yiri taas
عقلي با وحا كلو وحا قررت خرط قفو قدع كرا لكن وحارنا انا عن أبتشوند للسيو و إلاها دو ويندوف أبتشوند وحبا جنجرا حكمت واجي بيدبا او انتي لرا القالي خرطو مدكو يسيديكي الدولتة دي هاد ويندوف أبتشوند فلحوين او حو حتى ويندوف أبتشوند خرط كنو قصة حايو و وحا نردن بو 90 دقلو سوكرا فرين فرس لكن إلاها دا وما رجمو إلاها دا رنتاسي مستوعطو ستكي وعما حقو لها وطن كان قبصاني وحي ديارو هنا حوريان جريت إمارها كلا إذا مدي الدولتة إيو فاس كامبوني إيو KDS وحي حوريان جيدو دكتي أضياع شخص ما يلا شري وحي ليا به دسبرينك أخلاق عينك وطنك الجوغي إنت ألاك تيلاها دمي تراكن ودكتي كس ما يجو ساحبه أنا وحي ليه معروبه ونيه ودكتي حقيقه جرين حكم تويها من سين إلا ناينك إلاها تأرنتني مركا مدحوينها هني هي هذا ويندو فابتشوني وحوها سفصد وارنتنا كسو علين كرو فصدها سوحا وين او كغدا مبايا او تقا كين يعدي سابقا او كغد انكورج كريا نظام كان صعوده وح انفلونس الى حد الى واقي قوقان اللقبان الى دولة ميسان كلهن شبه كالعين وحا بقان من سنعين KDS اللي بقبان كرمبا بدك حمر جو وحا لها this the dream KDS مقري كرتك اسمايو الشباب بعود إلى هوس بكتاجر ونروق نهاية. مركا بارا ما يكون كلش جوحة ويان ذكى ودن كان قبصة كمية ليان. أما إداز مارا وزير جدها وقاو من موريانا وحمر جو ومعلوم والبعيد نيجيري أنت لو صدر إنك توبر كريسو. والله بوليس باني لقد جا يكون رسمي ما نلبا. كمية لان تنكلا مدحون الشريف هذا كور أفجوي تجا. وحدة ذكى وحكى على ورماش وعلد قيمة دود ما نلبا ندعار. هرين كي مانك مدحونها وهجاك دقيس وقتي أيام مغضب ماضي وحن آد وحنا هيدد وينها بقرالك جارية خدك تلفن ككشرة وقتي ضاد ونغضب ماضي وانجو وحسن عبد الله عمر كراتيه أو إذا لواين أو تضباط كضم بها ضوء الله أود العقراه وحن ذيك غسي تجي هاسكي الدنيا حال كاب أو قاضي فنانك عدك هلاسج ألاها محمد مغليبان It is warm. Bye.
عاشر الدنيا مربوحة قطعتها مربوحة I'm gonna be the hardest